بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار ملتقى إيضا وغمض الذي تنظمه اتحادات جمعيات إيضا وغمض، نظمت دار تسراس للنشر والتوزيع معرضا للكتاب يتضمن معروضات في للطفل والكتب الدينية والكتب والروايات والكتب الأدبية، كما يتضمن كتبا للكتاب المحليين، يعني كتاب الذين ينتمون إلى منطقة إيضا وغمض والنواحي وأولوز وتسراس وجميع المناطق التي تنتمي إلى تارودانت. كما أننا نظمنا توقيعات، سننظم توقيعات للكتب، منها إصدارات لدار النشر، منها إصدارات لكتاب محليين خلال اليومين القادمين يوم السبت ويوم الأحد. فرسأينا خلال هذا المعرض أن نقدم دعما وتشجيعا للشباب على شكل ورشات في مجال في كتابة القصة، يؤطرها أساتذة أستاذ حسين الورزاني والكاتب هشام فؤاد جوغلت تحت إشراف شخصي كمدير دار النشر. ثم ارتأينا أن نخصص جائزة للشباب مخصصة في كتابة القصة، تشمل جميع الفئات العمرية، منها الفئة يعني الناشئة والشباب. في إطار الملتقى قمنا بدعم مسابقة ثقافية سننظمها اللجنة الثقافية المكلفة في إطار الملتقى الثقافي، ولدينا مفاجآت أخرى بالنسبة للتشجيع يعني كمساهمة منا للترويج لثقافة الكتاب والقراءة في المنطقة. نشكر أولوز نيوز على هذه المبادرة وعلى تغطيتها الصحفية للمعرض.